في انترفيو فولو اون النهارده عملنا لقاء مع محمود جمال مؤسس صفحه المعلم ابراهيم سردينه. المعلم ابراهيم سردينه هو الشخصيه اللي عملها الفنان عبد الرحمن ابو زهره في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي. هنعرف تفاصيل اكتر في التقرير اللي جاي مع محمود جمال واللي فيه كمان اكتر حاجه الناس فاكراها للمعلم ابراهيم سردينه. يا مرسي. ايوه حاج. يا مرسي. يا مرسي. وبعدين معاك يا مرسي احنا مش هنخلص من شغل حورين يا كيك يا مرسي. شخصية المعلم سردينة عادت للحياة مرة تانية لكن عن طريق السوشيال ميديا وبشكل معاصر ومختلف تماما. المعلم سردينة هو احد شخصيات المسلسل الدرامي لن اعيش في جلباب ابي واللي تم عرضه للجمهور عام 1996. سردينة كان تاجر كبير بيعمل في وكالة البلح، وكان عبد الغفور البرعي اللي قام بدوره الفنان الراحل نور الشريف احد صبيانه. بدات الشخصيه في الانتشار على السوشيال ميديا مؤخرا بعد حوالي 20 عام من عرض المسلسل، وده عن طريق صفحه اسسها بعض المستخدمين على فيسبوك اسمها المعلم سردينه، وانتشرت صور متحركه للشخصيه مقتطعه من احداث المسلسل بيقوم فيها المعلم باعطاء نصائح تنميه بشريه لشخصيات المسلسل لكن بطريقه ساخره. انا اوريدي يعني شغلي كله على السوشيال ميديا، فدايما وانا قاعد بتسلى بعمل كوميكس القرموطي لصاحبي كده، فهي بس الفتره اللي فاتت جربت اعمل سردينه فلقيتها بتاخد شير كبير، يعني حجم شير احنا مش مصدقينه لحد دلوقتي، فعشان كده يعني كان لازم نتحرك اعمل لها صفحه ونهتم بيها اللي اهتمنا. هو من قبل ما يعني قبل ما اشتغل هو كان في صدى موجود، وكان ناقص بس ان احنا نعلي الصدى ان احنا نعمل لها سورس صفحه ونشتغل عليها، وده اللي حصل فعلا يعني. والله هو احد اهدافنا في البيدج ان احنا نطلع لايف مع الفنان، بس بصراحه يعني مش عارفين نقدر نتواصل معاه. هتبقى حاجه كويسه جدا لو طلع معانا لايف يعني. مستوى جديد من النجاح يعني ان احنا وصلنا للمعلم نفسه. ان شاء الله باذن الله قريب يعني هنعرف نتكلم معاه انه يطلع معانا لايف على البيدج. هو احنا عندنا الوصول اليومي 3 مليون شخص. حجم الوصول على المنشورات يوميا 3 مليون شخص، مع ان عدد الصفحه لسه ما تجاوزش يعني 250,000، بس احنا بادئين بقى لنا اقل من شهر. امبارح كنت عايز تقفل وتجري بسرعه عشان تلحق واحده من اللي انت داير وراها. ايه جمله معينه مثلا معلمه في مثلا في دماغك للمعلم سردينه؟ يا دي عبد الغفور ادي شيشه. هو على طول كنت اسمع بيقول يا دي عبد الغفور. لما كان بيقول له عبد الغفور كان كده كتير، وانا فاكر بقى ان هو شريف كشري من عند بطه، ولا عايز كشري من بطه كده. ما انا عايز كشري حاجه زي كده يعني. قول لي. ايوه يا حاج. كان طعمه ايه النهارده؟ هو ايه حاج؟ طب الكشري ضربة الفاس ما بتوجعش في الشجرة. يا عبد الغفور اهدى عبد الغفور، ياد بكرة تبقى كويس وتكبر، بكرة تبقى معلم يا. كان بيقول واد يا عبد الغفور وكده يعني. ومستني ايه؟ عايزني اقوم اشيلك، ما تروح تاني مع رجالة. بص فين خليك يا حد؟ عايزك ابص. اجري روح شوف شغلك. صفحة المعلم سردينة قربت من الربع مليون متابع في أقل من شهر، وساهمت بشكل كبير جدا في إحياء الشخصية لدى جمهور الشباب من جديد.